بهدف تعزيز التبادل الثقافي بين دول السادك ودولة الكويت ودعما للعلاقات الشعبية بينهما، إضافة إلى مجالات التجارة البينية والاستثمار والسياحة والرياضة. مستخدمو تطبيقات التواصل تفاعلوا اليوم مع افتتاح المجلس الوطني للثقافة والفنون والأدب لفعاليات الأسبوع الثقافي الأفريقي الذي أقيم أمس، متضمنا مجموعة من الأنشطة والفعاليات الموسيقية الفنية المتنوعة من فنون الدول الأفريقية في أجواء موسيقية تقليدية مبهجة. على أنغام إفريقية عزفت بأنامل أتت من القارة السمراء إلى دولة الكويت، حاملة معها ألوانا وأنغاما تحمل عبق إفريقيا لكن توحدها لغة الفن. افتتح المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب فعاليات الأسبوع الثقافي الإفريقي من خلال معرض أقيم في متحف الفن الحديث الواقع على واجهة شارع الخليج العربي. متحف مصغر للأزياء والتحف والتراث الأفريقي، شاركت فيه 7 دول ابتداء من دولة جنوب أفريقيا وانتهاء بزيمبابوي